مرحبا بكم مع حكيمة العاصمة. أنا هنا اليوم راني حنود تشطيط حسن الدين، شديت سردين يعني نحينا له الشوك تاعو وغسلناه مليح، وربح باطو ماضيش نحينا الزريعة والقشرة وميكسيناهم وراستهم كبير وحبيبة تاع حار وزوج وريقات رن. وبالنسبة للتوابل عندنا سكنجبير والكمون والعكري شوية حار، وما ننساوش فلفل الكحل والملح، وعندي زوج مغارف تاع طوماطيش حليتهم في شوية ماء وسكر وربع مغارف زيت. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. ونمشي ناخذ دوك 4 مغارف تاع الزيت ونديروا هذاك الثوم يعني يتجمر غير على نار هاديه. بسم الله. انا هذا السردين راني حنديرو يعني ما نديرولوش كاع الماء، راني رايحه نطيبو يعني بلا ما ونحبطوه كامل، وما يشدش وقت يعني وقت كبير في الطياب، هذيك 20 دقيقه على نار هاديه يطيب يعني، ونوريه لكم حاضر. هاو شطيت حتى السردين تاعنا اللي حضرتها معاكم، نقولكم جاي شهي ولا درتوه، ونقولكم تاكلوه بالصحه.